السلام الله عليكم. موعد وتوقيت القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان المغربي لاتحاد الجزائر العاصمة الجزائرية، المباراة اياب من نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي. اذا بعد ما انتهت مباراة الذهاب بثلاث اصابات للصفر لصالح نهضة بركان، مباراة الاياب تلعب بالملعب ببركان. موعد المباراة هو اليوم الاحد 28 من ابريل 2024، وتنطلق مباراة نهضة بركان لاتحاد الجزائر العاصمة التي تندرج في نصف النهائي من اياب دوري كأس الاتحاد الافريقي. المباراة تلعب على الساعة 8 بتوقيت المغرب الجزائر، تونس 9 بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودي. ومن المنتظر ان شاء الله نقل المباراة على قنوات بي ان سبورت وقناة ريالية تي ان تي.